بيت السقاية هو الاسم الذي أطلقته تل أبيب على عملية تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط ب477 معتقلا فلسطينيا، وهو اسم أحد الطقوس التي تمارس في آخر أيام عيد العرش اليهودي المصادف هذه الأيام. الصفقة التي تمت برعاية مصرية وصفت بالتاريخية، تم فيها تسليم شليط إلى السلطات المصرية صباحا لنقله إلى إسرائيل ضمن صفقة تبادل الأسرى التي ستفرج بموجبها إسرائيل عن 1027 أسيرا على دفعتين. الأسرى الفلسطينيون أطلقوا بموجب الصفقة على الشكل التالي: 247 أسيرا سيعودون إلى بيوتهم، 131 إلى غزة، 96 إلى مناطق في الضفة الغربية، و14 إلى القدس، وخمسة من عرب إسرائيل، وواحد من الجولان، بينما سيجري إبعاد 203 أسرى، 40 للخارج للدول من بينها تركيا ومصر وقطر والأردن، و136 إلى غزة. نصر للمقاومة، نسأل الله من نصر لنصر، نسأل الله أنه يتمم على خير. 24 سنة الآن إلي في الأسر، وخشيت في 25 بديت يعني. كنت متوقع أن الصفقة تنجح منك تطلع برا؟ أنا كان الأمل بوجه الله وجهود الإخوة المصريين والإخوة كل من ساهموا أن الصفقة هتنجح بإذن الله. بنحيي كتائب القسام وبنحيي الفصائل الآسرة على جهودهم وعلى صبرهم وعلى تحملهم كل الأذى، وشعب غزة وإخواننا الثورة في مصر الله يبارك فيهم والله يقويهم. إسرائيل وافقت على تحرير هذا العدد الكبير من الأسرى لأن الشرط كان أن تستثني صفقة أسرى قدامى وقيادات تمثل بعدا رمزيا كأحمد سعدات ومروان البرغوثي على حساب إطلاق سراح شليط. أمل أن تساعد هذه الصفقة في التوصل إلى سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. أشعر أني في حالة جيدة وبصحة جيدة. أعتقد أن المصريين نجحوا من خلال علاقاتهم الجيدة مع حماس وكذلك مع الجانب الإسرائيلي. وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع اتهم حركة حماس بأنها انفردت بشكل سري بالتفاوض على الصفقة ولم تستشر أحدا ولم تطلب معلومات لا تملكها تتعلق بالأسرى، معتبرا عدم خروج جميع الأسيرات من سجون الاحتلال خطأ وينم عن عدم دراية بملفهن.